مرحبا يا حلوين، أنا دكتورة منار سلامة من مجد الكروم، مربية جيل طفولة مبكرة، بعلم أولاد حلوين زيكم، وكمان بعلم بدار المعلمين مربيات لجيل الطفولة زي معلماتكم اللي بيعلموكم في الروضة وفي البستان. أنا موجودة زيكم اليوم في الحجر الصحي حفاظا على سلامتنا وحفاظا على أولادنا وعلى عيالنا زيكم أنتم بالضبط كيف أنتم كمان موجودين في البيت. حبيت ألتقي اليوم معاكم في فعالية اللي فيها نحكي عن حروف لغتنا العربية. الحروف أكيد أنتوا شفتوها في مسطرة الحروف وفي فعالياتكم في الروضة وفي البستان. تعالوا نتذكر مع بعض شوي الحروف. بتتذكروا المسطرة اللي معلقة عندكم بالصف؟ الحروف في منهن حروف بتشابهوا، يعني بيشبهوا بعضهن، وفي عنا حروف بيختلفوا عن بعضهن، صح؟ تذكرتوا؟ تعالوا نذكر أنا وياكو شو الحروف اللي هن بتشابهوا. طبعا في حروف بتشابهوا بالشكل، بالشكل الخارجي، وفي حروف بتشابهوا باللفظ. الشكل الخارجي يعني كيف مكتوب الحرف، وإسا إحنا رح نعمل تجربة وأفرجيكو، واللفظ يعني كيف منحكي للحرف، كيف منلفظه. تعالوا نتذكر شو الحروف اللي هن بيشبهوا بعضهن بالشكل. تعالوا نتذكر يلا. صح، عنا الباء والتاء والثاء، هذول بيشبهوا بعضهن بالشكل. طيب عنا كمان بيشبهوا زيهن مثلا الجيم والحاء والخاء، كمان هذول بيشبهوا بعضهن بالشكل. طيب تعالوا ناخذ مجموعتين بيشبهوا بعضهن او حرفين بيشبهوا بعضهن باللفظ. يلا تذكروا، تذكروا أي حرفين بيشبهوا بعض باللفظ. صح، مثلا سين س س، صاد ص ص، ص س، بيشبهوا بعضهم باللفظ. مثلا ضاد ودال، د ض د ض، بيشبهوا بعضهم باللفظ. معناته إحنا حروف لغتنا العربية مقسمين لمجموعات، في مجموعات بتتشابه بالشكل، نعدهن، تعال نتذكرهن مع بعض. قلنا الباء والتاء والثاء بيشبهوا بعض بالشكل، جيم حا خا بيشبهوا بعض بالشكل، دال ذال بالشكل، را زاي بالشكل، سين شين بالشكل، صاد ضاد بالشكل، ط ظ بالشكل، عين غين بالشكل. وشو كمان بيشبهوا بعض بالشكل؟ يلا تذكروا ايش بعد فيه كمان، ايش بعد فيه؟ صح، الفاء والقاف، هذول كلياتهم بيشبهوا بعضهن بالشكل. يعني إذا إحسا إحنا منتذكر مسطرة الحروف منشوف شو الحروف اللي بيشبهوا بعضهن بالشكل، وفي حروف زي ما حكينا بيشبهوا بعضهن باللفظ يعني بصوتهن. شو يعني صوتهن؟ أنتوا عارفين أكيد إنه كل حرف لغتنا العربية إله شكل وإله صوت وإله اسم. مثلا تعالوا نحكي عن حرف الباء. حرف الباء اسمه باء، اسمه هيك اسمه، زي ما انت كل واحد منا إله اسم، وحرف الباء إله اسم باء. بس شو صوته؟ تعالوا نجرب شو صوته. ب ب ب، صح، هذا هو صوته. وإحنا مرات منسمعه بالكلمة عشان إحنا صعب نلفظه صامت، يعني بدون صوت، إحنا بنسمعه محرك مع حركة، يعني بنسمعه مرة مع الفتحة بصير ب، مرة بنسمعه مع الضمة بصير بو، ومرة بنسمعه مع الكسرة وبصير ب. يعني حرف الباء اسمه باء وصوته ب ب ب، بس إحنا عشان يكون هوين علينا نلفظه منحركه بالكلمة، فبصير بنسمعه مرة ب بو ب. مرة مثلا حرف التاء اسمه تاء وصوته ت، بس احنا عشان يكون هوين علينا نلفظ ونحكي يعني، فبنسمعه مرات تا تو ت، بنسمعه محرك مرة مع الفتحة تا، مرة مع الضمة تو، ومرة مع الكسرة ت، ومرات كمان بنسمعه قصير يعني تا تو ت، مرات بنسمعه طويل يعني تا تو تي،
فكمان احنا بنسمع الحرف احنا مرات بنعمله يكون في مقطع قصير مع حركه قصيره ت تو تي، مرات بيكون مقطع طويل مع حروف المد تا تو تي مع الالف مع الواو مع الياء، بنسمعه بصير عندي مقطع قصير مقطع طويل. هذول هن حروف اللغه العربيه كلياتهن الهن اسم الهن شكل والهن صوت. احنا اسا تعرفنا على اسمهن وعلى شكلهن، اخذنا نموذج مثال. طيب انا اليوم انا وياكم بالفعاليه بدنا نتعلم كل شيء، اخترت لكم مجموعتين بس من الحروف عشان نتعلم عنهن حلو ونعمل عنهن فعاليه حلوه. اخترت لكم مجموعه الباء والتاء والثاء، احنا بدنا نعمل بيناتهن مقارنه نشوف بايش بيشبهوا بعضهن وبايش بيختلفوا عن بعضهن. زي ما انتوا عارفين قبل شوي، تعالوا نذكر شو حكينا قبل شوي، قلنا بدنا نعمل المقارنه بين شكلهن بايش بيشبهوا من ناحيه شكل، من ناحيه كمان لفظهن، من ناحيه صوت، ومن ناحيه اسم. طيب تعالوا نبدا بحرف الباء. اسمه ايش؟ باء. كيف شكله لحرف الباء؟ طلعوا على الحروف اللي قدامكم، عندنا الباء تاء ثاء، بايش بيشبهوا بعضهن؟ يلا فكروا فكروا فكروا. صح، كلياتهن الهن صحن. تعالوا نعمل هذا الصحن. انا جبت لكم معجونه معي، بس هاي المعجونه جاهزه خالصه من الدكان، شريناها من المكتبه، بس من المكتب من محل الادوات القرطاسيه، لكن انتوا بالبيت وبالروضه اكيد بتقدروا تعملوا معجونه احسن من هاي، كمان شويه طحين مع شويه ملح مع نتفه مي مع زيت، احنا بنقدر نعمل معجونه حلوه حلوه ونحط عليها صبغه طعام من البيت ونعمل معجونه حلوه وتشتغلوا فيها وتعملوا كل مجموعات الحروف واي شيء ثاني انتم بتحبوا تعملوه. انا اليوم راح استعمل هاي المعجونه. تعالوا مع بعض نعمل الصحن اللي بتكون منه حرف الباء. تعالوا نشوف حرف الباء، وين حرف الباء؟ تعالوا نشوفه، تعالوا نشوف حرف الباء. انتبهوا، انا بدي ابدا من فوق. يلا نشوف حرف الباء، بدي ابدا انا من فوق من فوق. بدنا ننزل لتحت شوي ونعمل الصحن، نمشي لقدام ونعاود نطلع لفوق. شو عندي انا اسا؟ حرف الباء. انتبهوا انتبهوا، انا عملت اسا الصحن، بديت من فوق، شايفين انتو من فوق، لا انا عم بعمل، انا قاعده عكسكم انتو شايفيني، فانتو انا عم بشوف عم بعمل زي ما انتو شايفين. حرف الباء طلعوا من فوق، ننزل لتحت ونمشي لقدام ونطلع لفوق. طيب هذا صحن، اسا بدناش نحط النقاط، صح اني بيشبهوا بعض كمان بالنقاط، بس اصبر شوي علي، بدناش اسا نحط النقاط، بدنا نعمل الثلاث صحون للثلاث حروف، للباء والتاء والثاء. تعالوا نشوف، يلا هاتوا نعمل كمان، قلنا صحن، قلنا الباء شكلها إلها صحن، ها كيف قلنا بنكتبه؟ من فوق لتحت ومشينا لقدام وبنطلع لفوق، ها كمان صحن. ونعمل الصحن الثالث لحرف الثاء، يلا مع بعض. ايوه يلا ذكروني كيف اعمل الصحن، منين ابدا من اي اتجاه؟ يلا من فوق نزلت، بدي انزل لتحت وامشي لقدام وعاود اطلع لفوق، كمان مره من فوق لتحت لقدام وكمان مره لفوق. طيب صار عندي ثلاث صحون، صح، الباء والتاء والثاء بيشبهوا بعضهن بالصحن. طيب ايش كمان الهن؟ تعال نشوف حرف الباء شو في له كمان، كلياتهن هن اللي ايش الهن؟ صح، الهن نقطه او نقاط، الهن كل هون في نقط وهون في نقط وهون في نقط، بيشبهوا بعضهن الهن نقط. طيب بايش بيختلفوا؟ يلا مين يقول لي؟ صح، في عدد النقاط. تعالوا شوف، اذا انا بدي اعمل نقطه واحده وانا بدي احطها، شوفوا بحرف الباء وين النقطه بتيجي؟ فوق ولا تحت؟ صح تحت، ها حرف الباء إله نقطة واحدة، وين بتكون؟ تحتيه، صح. طيب حرف التاء كم نقطة إله؟ يلا نشوف، يلا يلا فكروا معي، صح إله نقطتين ثنتين، وين بيكونوا؟ فوق ولا تحت؟ فوق ولا تحت؟ صح فوق، واحدة
ثنتين يعني حرف الباء له نقطة واحدة والنقطة تحت، حرف التاء له نقطتين فوق. طيب حرف الثاء شو له كم نقطة؟ كم نقطة له حرف الثاء؟ صح له ثلاث نقاط. تعال نشوف وين هني، فوق فوق ولا تحت؟ صح فوق. يلا نحطهن، واحدة ثنتين ثلاث، حلوين. شو اسا صار عنا؟ عنا حرف الباء له نقطة واحدة، له نقطة واحدة حرف الباء، والنقطة وين موجودة؟ تحت صح؟ حرف التاء له نقطتين، وين موجودات؟ فوقيه بقلب الصحن. طيب وحرف الثاء ايش له؟ ثلاث نقاط موجودات فوق الصحن بقلب الصحن. طيب تعالوا اسا نلخص عن الباء والتاء والثاء. الثلاث حروف الهن ايش؟ بيشبهوا بعض بايش؟ انه الهن ايش؟ الهن صحن، صح؟ ها شوفوا هي تو الصحن اللي عملناه مع بعض. كيف عملناه؟ تعالوا نتذكر، عملناه من فوق طلع، ها حطوا ايدكم، نزلنا لتحت مشينا لقدام وطلعنا لفوق عملنا صحن، وها نفس الاشي التاء نفس الاشي الثاء. طيب ولقينا كمان انه باوجه الشبه قلنا الهن صحن، الهن كلياتهم في الهن نقط، صح صح، بس بايش بيختلفوا عن بعض النقط؟ يلا فكروا طلع عليهم بايش بيختلفوا. صح اول اشي بيختلفوا بالعدد، الباء له كم نقطة؟ له الباء هي عملت لكم اياها باللون الزهر، كم نقطة له الباء؟ واحدة صح. طب والتاء قديش كم نقطة له؟ ثنتين، رائعين. والثاء كم نقطة له؟ ثلاث ابطال. طيب ايش معناته بايش بيختلفوا عن بعض؟ قلنا بعدد النقاط وكمان بمكان النقاط. حرف الباء وين نقطته؟ تحت باء. حرف التاء وين النقاط؟ فوق. حرف الثاء وين النقاط؟ فوق كمان، ثنتين فوق بالتاء، ثلاثة فوق بالثاء. طيب تعالوا مع بعض نتذكر كلمات بتبدأ بحرف الباء. ب ب ب يلا طلعوا على حالكم انتوا، مثلا القاعد اللي عم بيشوفني هو ولد ولا ب ب بنت، صح كلمة بنت. طيب تعالوا نتفرج شو احنا لابسين، شو انا لابسة، انت شو لابس؟ مثلا لابسين احنا بلوزة، صح لابسين بنطلون. فحرف الباء شو صوته؟ قلنا ب، وعين اعطينا كلمات تبدأ فيه، فحرف الباء ب، بنطلون، بلوزة، بنت. تعالوا مثلا نعطي على حرف التاء، تفاحة، توت، تمر، رائعين. حرف الثاء، ثور، ثوم، ثعلب، رائعين. طيب احنا اسا فرجينا انه الحروف تشابهوا بالشكل وكمان كان فيهن التشابه وفيهن اختلاف. طيب تعالوا ننقل زيهن، احنا بنقدر ننقل لمجموعة الجيم والحاء والخاء. الجيم والحاء والخاء هن بتشابهوا كلياتهن لانهن نفس الشكل، نفس الشكل. تعالوا نجرب نعمله، حرف الجيم نعمل حرف واحد منهن وبس بنشوف كيف بنغير النقاط، لانه هن بالحرف، حرف الجيم شوفوا كيف احنا بنعمله. إيه طبعا انا بعرفش اعمله حلو ومرتب زي ما هو بيكون مطبوع وانتوا بتشوفوه بالمسطرة، بس انا بدي احاول بالمعجونة اعمله انا وياكم. كيف انا بعرف؟ بحاول اشوف كيف بيطلع معي. شوفوا بدي احط الخط، بدي احط الخط وبدي ارجع شوي لورا وبعدين انزل شوي خط منحني وارجع لورا، تقريبا تقريبا بيشبه الشكل الخارجي لحرف الجيم والحاء والخاء. طيب معناته الجيم والحاء والخاء كلياتهم لهم نفس الشكل هذا، صح؟ بس بايش بيختلفوا؟ عندي سؤال، إذا أنا خليته هيك بدون ولا نقطة شو بيكون؟ أي حرف؟ حاء، رائعين. ح ح ح ح اسمه حاء، صوته ح ح. مثلا كلمة حمار، حصان، حسن، هذا كلياتهم كلمات ببلشوا بحرف الحاء اللي صوته ح. طيب إذا أنا حطيت النقطة فوقيه شو بصير؟ شو بصير إذا حطيت النقطة فوقيه؟ بصير صح، رائعين. خ
خ خ خروف خس رائعين. طيب وإذا أنا حطيت حرف إذا قمت النقطة هاي وحطيتها هون جوا شو بصير الحرف؟ جيم رائعين جيم رائعين صوته ج. قلنا كل حرف له اسم اسمه جيم صوته ج. ها شو صار اسمه؟ ح صوته ح. طيب وإسا شو صار اسمه؟ خاء وصوته خ. رائعين. طيب فإحنا إسا هيك شو تعلمنا؟ تعلمنا إنه الحروف العربية هي حروف ممكن تتشابه بيناتها، تتشابه ممكن بالشكل الخارجي، ممكن تتشابه في الصوت. لقينا وتعلمنا إنه مثلاً إحنا اليوم إسا أخذنا الباء والتاء والثاء وعرفنا إنه كل واحد منهن إله اسم وإله صوت، وتعلمنا كمان كيف شكله وشفنا التشابه بالشكل وشفنا إنه في تشابه بالشكل وفي اختلاف، فإحنا هيك عملنا مقارنة. عندي بالحروف العربية في عدة مجموعات متشابهة، عنا الباء والتاء والثاء، عنا جيم والحاء والخاء، عنا قلنا العين والغين، الفاء والقاف، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والظاء، الفاء والقاف، كلياتهن بتشابهوا بالشكل. وفي عنا قلنا كمان حروف بتشابهوا باللفظ، مثلا قلنا السين والصاد، س س صو صو، صوتهن بيشبه بعضه في اختلاف بس بيشبهوا شوي بعضهن، س ص سين س صاد ص. مثلا الدال اللي صوته د والضاد اللي صوته ض، د ض. شفتوا كيف بيشبهوا بعضهن باللفظ؟ احنا اليوم بعد ما احنا قررنا بين كل مجموعة، بعد ما قررنا بين الحروف وعرفنا انه هن بيشبهوا بعضهن وبيختلفوا مع بعضهن وفي منهن كمان مجموعات مختلفة، انا بدي منكم شغلة، انا بدي منكم تفتحوا مسطرة الحروف اذا عندكم بالبيت، او تفتحوا الحاسوب انتوا واهلكم وتدوروا على الحروف وتشوفوا وين في مجموعات بتشابهوا من ناحية شكل خارجي، زي ما عملنا بالباء والتاء والثاء، لقينا قلنا الهن صحن ولقينا الهن نقاط، وهنشوف كمان بايش بيختلفوا عن بعضهن، بايش بيشبهوش بعضهن. لقينا بالباء والتاء والثاء مثلا انه هن بيختلفوا في كم نقطة الهن، يعني الباء قلنا له نقطة واحدة، التاء له نقطتين، والثاء له ثلاث نقاط. وكمان لقينا انه بيختلفوا مع بعض بمكان النقاط، بالباء نقطته تحتيه تحت الصحن، التاء نقطته له نقطتين فوق الصحن، والثاء له ثلاث نقاط فوق الصحن. بعد ما نعمل هاي المقارنة انا وياكم بالبيت وانتوا تروحوا مع اهلكم وتعملوها كمان، انا بدي منكم تدوروا على كلمات تبدا بهاي الحروف. بتامل كل فعلية حلوة ويعطيكم العافية، وإلى اللقاء يا حلوين.